وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. الأخ أبو عادل يقول: فضيلة الشيخ، أولادي تعلقوا بأشرطة الإنشاد وكثرت في زمننا هذا فضيلة الشيخ، مع أنهم يقرؤون بعض الآيات القرآنية في الجمع وفي البيت، ما رأي الشيخ في ذلك؟ الأناشيد هذه من اللهو ومن الأغاني، لا حاجة إليها، ولا سيما إذا شغلت عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن. يا أخي، الأشرطة التي فيها الآيات القرآنية وتسجيل القرآن، تسجيل المواعظ والخطب وما فيه فائدة، هي التي ينبغي للمسلم أن يستمع إليها. أما الأناشيد ماذا يستفيد منها إلا التطريب وما أشبه ذلك، أو تكون متضمنة لأذكار صوفية، أو متضمنة لمناهج حزبية، أو ما أشبه ذلك. نعم.